اتفضلي. دكتور محمد، هو السؤال بتاع امبارح اللي هو 95 ده، اللي هو اللي مش قادره استوعبه بصراحه، اللي هو ايه اللي هو بتاع ال ثواني بعد اذنك، اللي هو بتاع الفاسيلتي ايه، اللي هو بتاع ال medication administration time، اللي هو اللي كان فيه فاسيلتي ايه الميديكيشن بيعمل الميديكيشن ادمنستريشن تايم في 35 مينت، وكان الايفيدنس بيز جايد لاين في تعمله في 30. حضرتك عندي سؤال كتير في السؤال ده. ايه يا دكتور؟ السؤال اللي حضرتك فيه ايه؟ اللي مش فاهماه في السؤال ده. مش يعني طب هو ليه هيقارن نفسه ببي؟ طب ما هي بي بعيده، يعني ليه بي يعني؟ ليه بي يعني؟ بعيده يعني best practice، يعني ده افضل حاجه يعني في السوق يعني، عشان كده يعني اديني اوبشن يعني حضرتك دلوقتي عايزه تعملي ايه يعني، بتفكري في ايه؟ ليه انا ما قارنش نفسه بالناشونال افريج ولا بالايفيدنس بيز؟ يعني دي حاجات دوكيومنتد نفسها صح ولا لا؟ ليه خد الحاجه الكومبيتيتور بتاعه ليه؟ دلوقتي بيقول لحضرتك لو انت هتادمنستر مثلا الانتيبيوتيك لمريض نمونيا، الافضل حاجه عشان يجيب افكتيف يبقى افكتيف يتقدم في ساعه، اول ما المريض يدخل المستشفى، اول ما يخش خلاص في خلال ساعه من اول دخوله لحد من اول ما يخش المستشفى في خلال ساعه ياخد العلاج. ده الجايد لاينز تقول لك المفروض اول مريض ما يخش عندك الطوارئ ونيمونيا عشان تبقى افكتيف كير والمريض يقعد عندك مده ريزونبل هتدي له انتيبيوتيك اول ما يخش في خلال ساعه. تمام حلو. فانا دلوقتي ده الجايد لاينز بتقول ان انت تديه خلال ساعه. طب يا جماعه انتوا بتلحقوا ازاي تدوه في ساعه؟ ده انا عبال ما بعمل له الانفستيجيشن وعبال ما اعمل له الاجراءات ونتكلم مع بعض كنا عدت الساعه. تمام. فانت هتعمل ايه؟ تبدا تشوف الناس بتعمل ايه؟ كلمت المستشفى الاولانيه لقيتها مثلا بتقدمها في ساعه ونص. المستشفى اللي وراها في ساعه وربع. المستشفى اللي جنبها ساعه و10 دقائق. الدولة كلها مصر كلها جبت المتوسط اعطاء المضادات الحيوية لمريض النمونيا في الطوارئ، مصر كلها جمعت كل الناس وقسمتهم على عددهم الافريج المتوسط المين بشرحه في الانفورميشن مانجمنت، لقيت ان الافريج ساعة و10 دقايق وانت التارجت بتاعك اقل من ساعة عشان يبقى افكتيف. مدور على المستشفى ايه ده في مستشفى اهي بتقدمه في خلال 50 دقيقة، اما اروح اشوف بيعملوا ايه في خلال ال 50 دقيقه يلحقوا يشخصوا نمونيا عشان يديله العلاج. اصل حضرتك هقول لحضرتك انا فكرتي يعني في الموضوع يعني مين اللي قال ان ده صح يعني؟ هو في الاخر مستشفى زيه يعني ليه يعني؟ مين قال ان هو ليه ما قارنش نفسي بحاجه ايفيدنس يعني؟ ده اللي ملخبطني في السؤال. طيب ليه ما قارنش نفسي بالإيفيدنس بس؟ طب اجيب السؤال بس ثانيه افتح الشاشه. طيب السؤال قدام حضرتك رقم كام؟ 95 حاضر. هو ايه اللي مكتوب يا دكتور؟ facility is investigating its medication administration time for a specific diagnosis. Evidence-based guidelines indicate that the administration of particular drug within 30 minutes significantly improve patient outcome. طيب تمام. ايه اللي مكتوب فيها؟ guidelines هنا مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها المده اللي انت لو عطيت فيها المضادات الحيويه هيتحسن المريض. هو guidelines هنا حدد لك هتعمل ايه في ال 30 دقيقه؟ قبل ال 30 دقيقه عشان تلحق تديهوله في 30 دقيقه؟ هل قال لك تعين كم موظف عشان الموظفين دول يهندلوا السيناريو على طول عشان بحيث اول ما يدخل المريض المستشفى تشخصه على طول؟ هل قال لك تحط كم دكتور؟ قال لك الخطوات بتاعه التشخيص؟ قال لك استخدمت اي جهاز في اللاب؟ هل الجايد لاينز قالت لك كده؟ جايد لاينز قالت لك ادي العلاج في خلال 30 دقيقه بس هتجيب نتيجه. طب اعمل ايه بقى عشان اضيف عليك 30 دقيقه؟ ما هو دلوقتي حضرتك بتقول ايه؟ انا بقول لك دلوقتي عشان تنجحي في امتحان السي بي اتش كيو عايزك في خلال شهرين تحلي 2000 سؤال.
خلاص انا قلت لك عايزك تحلي 2000 سؤال. طب ما انت مش هتلاقي وقت تحلي 2000 سؤال. لقيتي واحده زميلتك دخلت الامتحان قبل كده وفي نفس شغاله نفس شغلك وشغاله في نفس الفئه بتاعتك المهنيه وقالت لك انا عماله بالفعل وحليت كمان 3000 سؤال في شهرين. رحت رايح قاعده معاها بقى قولي لها البروسيس مشيت ازاي عشان وصلت الدكتوره ولا لسه؟ وصلت يا دكتور محمد بس هو سؤال وصلت يعني وصلت والله وصلت لا خلاص وصلت لا والله وصلت يعني بس يعني هي فكرته بس مش مقنعه بالنسبه لي بس يعني مش اكتر. لا لا هنشوف دلوقتي الجايد لاينز بيبقى فيها ايه حضرتك. احنا دلوقتي هنشرح الجايد لاينز ممكن يعني هتشوف الجايد لاينز مكتوب فيها ايه يعني ايه التفاصيل الكلام اللي مكتوب فيها ممكن ممكن اوكي شكرا يا دكتور. طيب انا كله معايا كده. حد تاني عايز يسأل سؤال؟ في أي سؤال حد حابب يسأله؟ كله تمام؟ طيب أنا ملاحظ إن ال هو المغرب دلوقتي بقى يقدم بدري بقى يقدم في مصر بدري. ممكن نبقى نصلي المغرب بعد كده نبدا شرح. اوكي معايا يا جماعه افضل صح. اوكي طب ممكن نقوم 5 دقايق بس نصلي ونرجع يعني 5 دقايق نصلي ونرجع. ممكن ناخد 5 دقايق بريك يا دكتوره ليهام بس المهم بس عشان بس هو الاذان اذن يعني فهو بدل ما ناخر الصلاه احنا بنبدا 5 وهو الاذان بيأذن 5 على امبارح على الميجرمنت سيستم كملناه انديكيتور وتريجرز رحنا شارحين بنش مارك وازاي هنستخدم البالانس سكور كارد تمام. دلوقتي هنتكلم على الكلينيكال بروسيس. احنا قلنا structure leads to process leads to outcome. شرحنا الاستراكشر اللي ساعدك في الكواليتي ان انت توجد كواليتي كونسل وتوجد ميثودولوجي وتحدد الميثودولوجي اللي هتتبناها عشان تحسن. وكلمنا طول ما انت ماشي لازم يبقى معاك كي بي ايز indicators key performance indicators عشان تشتغل صح. وعلشان تشتغل في البروسيس كويس لازم تحسن البروسيس بتاعت حضرتك. هنتكلم ونركز دلوقتي مع بعض على الكلينيكال بروسيس. كلينيكال بروسيس احنا عندنا قلنا كلينيكال وفي سبورت بروسيس وفي مانجمنت بروسيس وفي governance بروسيس. بس احنا هنركز على الكلينيكال بروسيس ونشرحها ايه عناصرها لانها حاجه مهمه جدا وهنقول دلوقتي ليه. هنركز على الكلينيكال بروسيس. ليه هنشرح بالذات الكلينيكال بروسيس وهنركز على الكلينيكال بروسيس؟ يعني ادوني كده كومنت ليه انا هركز على الكلينيكال بروسيس بالذات وهي اللي هتاخد مني فوكس دلوقتي. ها ليه اشمعنى الكلينيكال بروسيس؟ ليه الفوكس بتاعنا هيبقى على الكلينيكال بروسيس دلوقتي؟ هي الأساس direct with patient. لازم يكون في طبيب ومعدات عشان نقدر نعقم reduce mortality أساس في تقديم الخدمة الإفكت عشان ده اللي بيشتغل عرض عشان بدور على الكلينيكال أوتكم. عشان حاجة مهمة جدا يا جماعة الكلينيكال بروسيس أنا محتاج أفوكس عليها عشان حاجة مهمة جدا لأن هدف بنا مفتوح ليه المنظمة أند بريئ. أيوه
عشان الفاريشن. يعني ايه عشان الفاريشن؟ بدل في بيشنت، بدل في هيومن فاكتور، هيومن فاكتور موجود في البروسيس، اتاكد ان في فاريشن هتبقى واسعه قوي. يعني في بيشنت، مفيش اتنين بيشنت زي بعض، ده هيخلي في فاريشن. يعني امبارح كان الدكتوره نشوى بتسالني على الجرياتريك ديبارتمنت، وجود الجرياتريك بيشنتس خلاص ده وفي فاريشن في الديزيزز والكوموربيديتيز بتاعتهم والكومبليكيشنز بتاعتهم، هيخلي الموضوع صعب في الكنترول. فمحتاج تحط سيستم للكنترول ده. عشان وجود الفاريشن دي انت محتاج تشتغل على الكلينيكال بروسيس وتعرف ازاي هتكنترول الفاريشن. وعشان البيشن الفيزيشنز كمان الاكسبيرينس بتاعتنا كدكاتره بتختلف من مكان لمكان ومن وقت لوقت، ودراستك واخدها فين، والمدرسه اللي انت بتتدرب فيها، يعني المدرسه يعني يقول لك انا مدرستي غير مدرستك، انا شغال بالطريقه الفلانيه والجايد لاين الفلانيه، وحضرتك شغال بجايد لاين ثانيه. فده يخلينا برضو ان احنا عندنا وايد فاريشن، محتاجين نكنترول الوايد فاريشن دي. كمان التطور بتاع التكنولوجي وبتاع كل شويه اجهزه عماله تطلع، وجايد لاينز جديده بتطلع او ريسيرش بيتعمل، فيخلي الكلينيكال بروسيس على طول بتتطور، غير المانجمنت وغير الجوفرنس. تمام؟ فعشان كده احنا بنشتغل على الكلينيكال بروسيس، ومحتاجين نفهمها بالذات كده، محتاجين نركز عليها شويه عشان نفهم ايه الكلينيكال بروسيس دي. يبقى improvement of performance in clinical processes is more complex. شرحنا الكومبلكس بروسيس قبل كده. Then improvement in governance, management or support process. Why? Because patients are variable. More interdisciplinary processes. Change in technology or research. So practitioner experience. جميل. ركزوا معايا بقى شويه في اللي جاي ده، عشان الموضوع دوت يعني انا ممكن ما تقروش من الكتاب جانت خالص، او تقراه بسرعه كده بس افهمه معايا دلوقتي كده، انت ان شاء الله باذن الله مش هيبقى عندك اي كويري. هو الدكتور بيمارس الطب ازاي؟ يعني ايه المحاور اللي بيمارس على اساسها الطب؟ من واقع عملكم، من واقع العمل بتاعكم، يعني ايه اللي بيخلي الدكتور يكتب العلاج ده وما يكتبش العلاج ده؟ ايه اللي بيخليه يعمل الاجراء ده وما يعملش الاجراء ده؟ من واقع العمل واللي انتم بتشوفوه. تمام. الجايد لاينز ايفيدنس بيست. طب يعني ايه جايد لاينز؟ اللي هيقول لي جايد لاينز يعني ايه جايد لاينز؟ ايوه، حاله المريض، ما حاله المريض فاريبل ماشي، بيكتب ايه اللي بيخليه يكتب العلاج ده وما يكتبش ده؟ ميني دكتور، ميني دكتور فولو زير اون اكسبيرينس. جميل. البروتوكول المعتمد كلينيكال جايد لاينز. طب قولوا لي الجايد لاينز يعني ايه؟ يعني انا عايزكم برضو ايه تقولوا لي الجايد لاينز يعني ايه؟ انت في دماغك متصور ايه الجايد لاينز دي؟ لو حد عايز يفتح المايك ويتكلم معايا اتفضل. نولج اند جايد، اتفضل دكتور محمد. الجايد لاينز اللي هو البروتوكول اللي اتفق عليه واعتمد من الاكسبرتيز، يعني ان هو ده اللي هيبقى معمم على مستوى الدوله ككل يعني او المستشفى. حلو حلو، اتفقوا عليه الاكسبرتيز وقالوا الاكسبيرينس اكسبرت سؤاله هنشتغل عليه بالطريقه دي. حلو ماشي ماشي. ريزلتس اوف ستاديز، يعني احنا دلوقتي لو اتكلمنا وقلنا الدكاتره، مش كل الدكاتره بتتبع الجايد لاينز، مش كل الدكاتره بتتبع. وانا هشرح يعني جايد لاينز دلوقتي وهخليكم تفهموا المحور بالظبط عباره عن، مش كل الدكاتره ماشيه على الورقه والقلم، في دكاتره ماشيه بالاكسبيرينس بتاعتها، في دكتور ماشي على ال السينيور بتاعه بيقول له ايه، الاستشاري اللي شغال تحت ايده او الاستاذ اللي هو بيتدرب تحت ايديه ماشي ازاي، ما بيبصش على بروتوكولات، ما بيبصش على جايد لاينز، ماشي بخبرته،
ماشي بالطريقه اللي تداول علاج المرضى دول بالطريقه دي، ما بيهتمش قوي بالعلوم بتقول ايه. على الرغم من كده، على الرغم من ان في كل فتره مجموعه من الريسيرشز بتعمل ريسيرش كل فتره. حضرتك دلوقتي لما كنت في الكليه محضر ماستر، او اثناء حاليا حضرتك بتحضر ماستر وليك رساله، الرساله اللي حضرتك عملتها ده ريسيرش، تمام؟ ريسيرش، الريسيرش بتاع حضرتك طلع نتيجه، طلع قال لك مثلا تاثير البيتا بلوكرز is effective بديجري مش عارف كام في مرضى ال بيشتكوا من ischemic heart disease مثلا، تمام؟ فحضرتك عملت ريسيرش، والريسيرش ده هل شفت حد بيشتغل بيه؟ يعني حضرتك دلوقتي عملت ماستر، وماستر دي طلعت بنتيجه وحاجه علميه، هل حد بيشتغل بيه؟ طب ليه ما بيشتغلوش بالريسيرش بتاعك؟ الريسيرش بتاعك ده ممكن يجيب نتيجه. ليه مش كل الريسيرش تخضع للعمل؟ كونفيرم يا جماعه الكامز بعد اذنكم، كونفيرم كله كونفيرم ان الكامز بتاعته بتبقى مقفوله، وميك شور ان اول ما حضرتك تدخل ان الكاميرا بتبقى مقفوله. الدكاتره عموما، في انت دلوقتي في ناس شغاله بالجايد لاينز تراديشنز، شغالين من هيز اون اكسبيرينس. العلماء اجتمعت وقالوا وفكروا ازاي نوظف الريسيرش. بيقول لك في الريسيرش بيقعد حوالي 20 سنه، الريسيرش اللي حضرتك عملته والماستر ثيسز اللي حضرتك عملتها بتقعد حوالي 20 سنه لحد ما تبقى ابليكابل وتنزل للواقع المهني والناس تشتغل بيها. فبدا العلماء يدوروا في ميثود، في طريقه يمكن الاستفاده من الريسيرشز دي ان احنا نوظفها بصوره سريعه في العمل، وفي نفس الوقت نكون بنيين الطريقه دي على طريقه علميه، مش على يور تراديشنز او يور اون اكسبيرينس او على يور ميثود خاصه سبيشاليزد وكل مستشفى ماشيه بطريقه. قالوا يا جماعه احنا المفروض نمشي بآليه علميه، ميثود علميه. الميثود العلميه دي اسمها ايفيدنس بيست براكتس. الايفيدنس بيست براكتس دي آليه علميه، طريقه علميه يمكن ان حضرتك من خلالها تبدا توصل لبراكتس سليم مبني على علوم ومبني على ريسيرش ومبني على طريقه سليمه وصحيحه ان حضرتك تمارس الطب. العلماء اللي طلعوا بالميثود بتاعت الايفيدنس بيست براكتس عشان تبني وتشتغل صح، قال لك في الايفيدنس بيست براكتس لازم حضرتك تراعي ثلاث حاجات. دي الميثود، ده احنا لسه بنتكلم في الميثود، الميثود او الاليه اللي لسه هنوظفها. فالايفيدنس بيست براكتس قال لحضرتك انا عايزك تراعي ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي حضرتك محتاج تراعيهم في الايفيدنس بيست براكتس؟ الايفيدنس اوف ريسيرش، وتراعي الاكسبيرينس بتاعت الفيزيشنز، وتراعي البيشنت اكسبكتيشنز. بيشنت اكسبكتيشنز تمام. يبقى ترايل ايفيدنس ريسيرش والاكسبيرينس والبيشنت اكسبكتيشنز. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني يا فندم انا بقى دلوقتي انا لو بعلمكم يعني ايه ايفيدنس بيست براكتس، بقول لحضرتك يا دكتور
يا فندم لو حضرتك دلوقتي مسؤول عن المستشفى ومسؤول عن رئاسة القسم، عايز حضرتك لما تيجي تمارس مهنة الطب تمارس باعتمادك على آلية قال عليها العلماء اسمها evidence based practice. الإيفيدنس ده أو البراكتس ده مبني على كام عنصر؟ مبني إن أنت تبص على الريسيرش وتحط في اعتبارك الإكسبيرينس أوف فيزيشنز وتحط الإكسبكتيشن للبيشنز. لو أنت عملت ده في شغلك في أي حاجة بتعملها في الشغل يبقى أنت كده ماشي على إيفيدنس بيزد براكتس، سواء بقى بتعالج، سواء بتكتب ريكومنديشن، سواء بتعمل دورات تدريبيه، سواء لو انت مشيت على الايفيدنس ريسيرش الاكسبيرينس والبيشنت اكسبكتيشن هيبقى ده العلاج بتاعك افكتيف. ازاي يا جماعه اعمل الكلام ده؟ الريسيرش مش كله قوي، الريسيرش مش كله قوي، في شركات ادويه بتعمل ريسيرش علشان تماركت العلاج بتاعها. في جامعات بتعمل الريسيرش بيكون تحت بير السلم زي ما بيقولوا كده، خلاص اللي هو بيتفبرك في اي حته في العالم، ريسيرش متفبرك ونتائجه كلها متفبركه خلاص وملوش اي لازمه في البحث العلمي اساسا. وفي ريسيرشز معموله لاغراض مختلفه في شركات الادويه لمستشفيات لمراكز بحثيه. فانا عايز لحضرتك لما تيجي تدور على ريسيرش، الريسيرش ده لازم يكون قوي، وبتبقى لو انت تعمقت شويه في فكره الايفيدنس بيست براكتس بتتعلم ازاي تحدد الفاليديتي والريلايبيليتي وقوه والاكوريسي والابروبريتنس اوف ذا ريسيرش تو يور كيسز. في طريقه معينه للايفيدنس بيست براكتس انك تريسيرش او تدور على ريسيرش يكون قوي. بعد ما بتعمل كده وتقول الريسيرش ده قوي، لازم الاكسبرتس يقولوا رايهم في الريسيرش ده. زي ايه مثلا؟ زي دلوقتي مثلا في الدول اوروبا ولا في امريكا بيستخدم الاموكسيسيلين في علاج حاجات كتير في الانفكشن. لكن مثلا على الواقع المصري وبخبرتنا كفيزيشنز، الاموكسيسيلين نوت افكتيف في مصر. ليه نوت افكتيف؟ لان في ابيوز للانتيبيوتيك، نتيجه الابيوز اوف الانتيبيوتكس بقى في ريزيستنس. فالاكسبرت لازم يقولوا رايهم في الريسيرش ده. ومع وضع في الاعتبار بيشنت اكسبكتيشنز، يعني مثلا دلوقتي في ريسيرش معمول في تو ريسيرش لعلاج مثلا الكوليسيستايتس المراره، في ماشي بمبدا وماشي باليه استخدام اللابروسكوب المنظار، وفي ناس ماشيه على فكره الاوبن سيرجن. طيب البيشنت حابب ايه؟ الاثنين بيجيبوا الاوت كام، والاثنين الاكسبرتس موافقين عليهم، والبيشنت مستني ايه منك؟ ما انا لازم احقق البيشنت اكسبكتيشنز والنيدز بتاعته عشان نبقى ماشيين صح. يبقى الايفيدنس بيزد براكتس بيقول لك لما عشان تشتغل صح في ميثودولوجي تبناها واشتغل عليها، انك لازم تحط الثلاث امور دول في عين اعتبارك. بتعمل ايه بقى الوزارات او المستشفيات علشان تهندل حاجه زي كده، علشان تطلع ببراكتس كويس للمستشفيات؟ بتبدا المستشفيات لجنه من جوه المستشفى او لجنه من الوزاره، تبدا اللجنه دي تقول طب احنا عايزين نوظف اشتغل عليه. يقولوا ايه بقى؟ يقولوا طب احنا بقى هنوظفها في بناء حاجه اسمها evidence based guidelines. ايه يا فندم الايفيدنس بيزد جايد لاينز دي؟ هي جايد لاينز بس ايفيدنس بيزد، يعني مبنيه على الميثودولوجي اوف ايفيدنس بيزد براكتس. ما يعني ايه جايد لاينز؟ جايد لاينز دي يعني خطوط ارشاديه. والله انا ممكن احط لك خطوط ارشاديه بالخبره، بس
وممكن احط لك خطوط ارشاديه بقناعاتي الشخصيه، وممكن احط لك خطوط ارشاديه باي طريقه جايبها من كتب بتفرج عليها بقراها على النت وانا ما اعرفش مدى صحتها وكفائتها العلميه مختبره ولا لا. لا، احنا عايزين نبني جايد لاينز ايفيدنس بيز. ايفيدنس بيز يعني يراعي الريسيرش ويراعي الاكسبيرينس ويراعي البيشنت اكسبكتيشن. فبدات المستشفيات ووزارات الصحه يبداوا يركزوا على بناء جايد لاينز مبنيه على الايفيدنس بيزد براكتس او الاليه بتاعه الايفيدنس بيز. يعملوا ايه بقى المستشفيات كوحدات مستشفيات او كوزاره صحه مثلا؟ نتكلم على وزاره الصحه المصريه مثلا او مديريه شؤون صحيه، تعمل ايه؟ هي عامله لجنه وتقول اللجنه دي اسمها جايد لاينز كوميتي، او المستشفى كمان تعمل كده تقول انا هعمل جايد لاين كوميتي. الجايد لاين كوميتي تاخد موافقه مجلس الاداره، ركزوا معايا يا جماعه عشان الحاجات دي بتبقى فاسده. الجايد لاين كوميتي دي تاخد موافقه مجلس الاداره على فكره ان انا هعمل جايد لاينز وهطبقها في المستشفى، تاخد موافقه الوزاره لو اللجنه الداخليه تاخد مجلس الاداره، والجايد لاين كوميتي تبدا تحدد الجايد لاينز ليست، يبقى تاخد الكوميتمنت بعد كده تحدد ليست اوف جايد لاينز اللي احنا محتاجينها، ليست جايد لاينز اللي احنا محتاجينها. بعد ما تاخد الكوميتمنت من مجلس الاداره تحدد الليست اوف جايد لاينز. فمحتاجين جايد لاينز للنيو، محتاجين جايد لاينز للكيزوثيرابي، محتاجين جايد لاينز لللاب، محتاجين جايد لاينز مش عارف للجي اي تي. خلاص احنا محتاجين الجايد لاينز الفلانيه. الجايد لاين كوميتي بيبقى تشكيلها مين؟ او اضيف ليها مين؟ او افرع منها افراد ازاي؟ جايد لاين كوميتي هيبقى فيها عنصرين مهمين جدا، الكلينيشنز والبيشنز. الكلينيشنز عشان الاكسبيرينس، والبيشنز عشان البيشنت اكسبكتيشن. بنجيب حد ريبريزنتيف للبيشنت. لو مثلا في جمعيه سكر في الدوله، في جمعيه سكر لمرضى السكر، وانا هعمل جايد لاينز للمانجمنت للسكر، هروح اجيب من الجمعيه دي مثلا رئيسها او حد منها يجي يشاركني في الكوميتي دي عشان يقول البيشنتس بتوعي متوقعين ايه. اللجنه دي بيبقى فيها كلينيشنز، فيها بيشنتس، فيها كواليتي بروفيشنال، فيها كيس مانجر، فيها الناس اللي هي منوط بيها وضع كوردينيشن اوف ذا كير للبيشنت. اللجنه دي تبدا تحدد اول جايد لاين بتدور عليه، اول جايد لاين مثلا وليكن جايد لاين للمسالك مثلا او للكدني، كرونيك كدني ديزيز. اللجنه دي تبدا تدور على الريسيرش، تشوف مدى قوه الريسيرش، وتبدا تحط اكسبيرينس الكلينيشنز والبيشنت اكسبكتيشنز اللي هي تيبيكال بيشنت اكسبكتيشن. المرضى اللي بيشتكوا من السكر عامه بيبقوا محتاجين 1 2 3، فيبداوا يطلعوا بريكومنديشنز. يعني نقول كده بقى الجايد لاينز تطلع بريكومنديشنز 1 لمانجمنت اوف سامثينج. هوريك مثال لمؤسسة في انجلترا بتعمل جايد لاينز. المؤسسة دي اسمها نايس، ناشونال انستيتيوت فور هيلث اند كير اكسلنس. نايس جايد لاينز، بص حضرتك هم حاطين جايد لاين، خد بالك بقى من كام نقطة كده عشان انا عايزك تبقى انت معايا في الصورة. جايد لاين من 21 صفحة، خد بالك 21 صفحة. بيتكلم فين؟ بيتكلم في كرونيك كيدني ديزيز
ستيج 4 اور 5. خد بالك يعني مش 1 و2 لا و3 لا ده 4 و5. مانجمنت اوف هايبرفوسفاتيميا. يعني انت لاحظت ايه هنا؟ لاحظت ان هو عشان يمانج هايبرفوسفاتيميا بس الكرونيك كيدني ديزيز بس ستيج 4 5 بس عامل 21 صفحه. خلينا نكمل مع حضرتك. الجايد لاينز دي اهي يور ريسبونسابيلتي. The recommendation in these guidelines represents the view of NICE arrived at after careful consideration of the evidence available when exercising their judgment. What's the idea? In exercising their judgment professionally and the practitioner are expected to take these guidelines fully into account alongside the individual needs, preferences, and the values of their patients or the people using their service. خد بالك من اللي جاية دي. It is not mandatory, not mandatory to apply the recommendation and the guidelines doesn't override the responsibility to make decisions appropriate to the circumstances of the individual in consultation with them and their families and carer or guardian. يعني الجايدلاينز ما هي الا ريكومنديشنز علشان حضرتك تعرف ازاي المفروض دمج الريسيرش مع الايفيدنس ايفيدنس الريسيرش والايفيدنس اوف ريسيرش مع الاكسبيرينس مع الاكسبكتيشن دمجهم هيطلع لك ريكومنديشن. الريكومنديشن دي ما هي الا ريكومنديشن يو بي جايد يو. It's not mandatory to apply every recommendation in every guideline. The guideline, يا جماعة في ناس واخدة كده concept guidelines يعني يعني لازم أنا بطبق guidelines الأمريكية. أنا بطبق guidelines الأسترالية. لا يا فندم مش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها your guidelines. Your guidelines على your experience و your patient expectations وال guidelines بتاعتك قد تختلف تماما 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 عن الواقع الأوروبي. يبقى انت عامل جايد لاينز بتاعتك يقول لك هو دي الجايد لاينز بتاعتك. اه الجايد لاينز بتاعتي انا بس بتاعتي انا بس بتاعت وزاره الصحه المصريه بس بتاعت مستشفيتي انا بس. طب انت مالي باني جايد لاينز دي من مزاجك؟ لا يا فندم انا باني جايد لاينز ايفيدنس بيز. يعني ايه ايفيدنس بيز؟ يعني معايا الريسيرش بتاعي اللي بيدعم فكره الجايد لاينز دي ومعايا الاكسبيرينس والناس الخبره بتاعتنا في مصر ومعايا او في مستشفيتي ومعايا البيشنت اكسبكتيشن اللي انا بعالجهم وعملت جايد لاينز للشغل انا وبتجيب نتيجه. محدش يتكلم معاك، محدش يقدر يتكلم معاك. فانت لو حتى قاعد في مستشفى وجالك الجايد لاينز من الوزاره علشان او بروتوكول العمل اللي فيه جواه جايد لاينز للوزاره اللي مانج الكيسز، محدش يقدر يمنعك ويتكلم معاك طول ما انت بتعدل في الجايد لاينز بس بتعمل بالجاستيفيكيشن وبتعدل بتوضح انت ليه بنيت دي على دي وليه مشيت عكس دي. نكمل. انك حضرتك مش هتعمل، ما احنا قلنا ايه يا دكتور محمد؟ حضرتك لازم لو هتعدل وهتعمل اللي في دماغك يكون في جاستيفيكيشن. تقول لي انا ليه بعدت عن الصح؟ ليه انا مشيتش على الجايد لاينز الحاله دي؟ لان البيشن طلب مني عكس كده. ريسبكتد. لان انا معايا ايفيدنس ان الـ 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 الطريقه ديت كنت انتبهتك انت كاتب ان هو يتعمل في خلال لمده 3 ايام. لا انا الحاله دي ما جابتش نتيجه وبعمل سي بي سي ونوت افكتيف الانتبيوتيك، زودت الانتبيوتيك، زودت الفطر، يبقى معاك جاستيفيكيشن. بس ايه؟ وقال لك هنا اهو، قال لك ايه؟ Not mandatory to apply the recommendation doesn't override the responsibility to make decisions appropriate to circumstances of individual. مع اعتبار ايه؟ ان انت بتراعي راي الكاستمر. تمام؟ وانت لازم تاخد راي الكونسلتنت بتاعك. و
وتاخد راي الاستشاريين لو انت صغير في الهيراركي. لكن لو حضرتك بيبان بقى يا فندم، بيبان بقى يا دكتور محمد، هو الدكتور ده ماشي على طول بمزاجه ولا بيعدل في بعض الحالات بس، ولا ماشي على طول مش ماشي بكوريكولم او نظام واضح كل الناس بتتعالج بيه، لا ده شويه ماشي كده وشويه ماشي كده وشويه ماشي كده، في دكتور ماشي كده ودكتور ماشي كده ودكتور ماشي كده، ساعتها يحصل المشاكل. لكن لما يخرج في اطار صغير هتبقى ملحوقه، وهقول لحضرتك الجزء اللي جاي هوضحه اكتر. معلش يا دكتور انا مش مقتنع. يعني هو دلوقتي المقصود ان احنا ان هو هيعمل جايد لاين خاص بيه، مقصود بيه خاص بالمستشفى ولا خاص بيه كفرد؟ خاص بالمستشفى. طيب جميل، ما هو لو في الحاله دي خلاص يبقى مش هنذكر خالص ان احنا في جايد لاين من اي سورس تاني، احنا هنكرييت اور اون جايد لاين وخلاص، يبقى ما فيش داعي ان تقول بقى كل البيشنز هيبني عليهم نفس الجايد لاينز. نعم، كل البيشنتس هيمشي عليهم نفس الجايد لاينز؟ ما هو ده الاطار العام، يعني هيبقى في فاريشن. الاطار العام حلو قوي حلو قوي حلو قوي. احنا مش هنا حطينا بيشنت ريبريزنتيف للبيشنت، كانوا كام واحد؟ كانوا فردين. البيشنت اللي جالك قال لك لا انا العلاج ده مش عايزه، انا عايز هعمل لك لابروسكوب، والناس كلها قالت اللابروسكوب احسن والبيشنت هنا بيتوقعينه، لا انا عايز اوبن سيرج. يبقى هعمل اوبن سيرج وهخرج عن الاطار بتاع اللي مرسوم في الجايد لاينز، وهحترم البيشنت عايز ايه. دلوقتي حضرتك دلوقتي في الجايد لاينز بيقول لك المريض دوت ما تكلموش خالص، ما تكلموش خالص في نقل الدم، قال لك ادي مثلا ادي انت ادي حديد، ادي حديد، والمريض ده انيميك تمام. حضرتك رحت عامل ايه؟ رحت كاتب له حديد. حد يقدر يقول لك انت الجايد لاينز كانت فيها حديد كاتب له نقل دم؟ حد يقول لك ده كانت مكتوبه في الجايد لاينز حديد وانت مشيت على النقل دم؟ قال له ايوه يا فندم ده المريض انيميك هيموجلوبين بتاعه مثلا 6، ساعتها مش هدي حديد، انت ده الابنورمال اللي خرج في الالكترولايت امبالانس، هو هنا دلوقتي بيعالج الفوسفاتيميا هايبر فوسفاتيميا، لا ده معاه بقى حاجات ثانيه في الالكترولايت امبالانس، فلو اعطيت العلاج بتاع الهايبر فوسفاتيميا ده خلاص ممكن يقلل مثلا الصوديوم. حضرتك بدات تعمل بروتوكول، تعمل دمج لحاجه ثانيه. خليني دلوقتي يا دكتور محمد انا هوصل لك للجزء ده، يعني اصبر عليا بس اخر يعني نص ساعه كمان الموضوع ده انا هوصله لك في حاجه ثانيه، يعني انا هسالك كام سؤال دلوقتي انت هتقول لي بدا الموضوع يوصل. بس طيب استنى عليا بس دكتور محمد انا هرجع لك ثاني خلاص؟ طيب اوكي ماشي. اوكي. فالجايد لاينز هي دي ريكومنديشنز خلاص؟ الريكومنديشنز دي بص حضرتك ليست اوف ريكومنديشن اول ريكومنديشنز اول ريسيرش ريكومنديشنز فوسفات بايندر ان ادلت ويز كوميك كيدني ديزيز ستيج 4-5 افكتفنس اند سيفتي اوف الومنيوم هيدروكسايد مغنيسيوم كربونيت فوسفات بايندر ان تشيلدرن. انا اسالك سؤال بس يعني منتهى بمنتهى حضراتكم كده، بص بص الكلام كتير ازاي؟ ريكومنديشن ودايتري مانجمنت خلاص والاكل وادفايسز وتو ماتش ادفايسز، يعني كذا 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 نصيحه في كذا حاجه، ويبدا يتكلم على الفوسفات بايندرز ومش عارف ايه يعني انا عايز اسالك سؤال ومنتهى الصراحه، انت دلوقتي كفيزيشن كلكم كده كفيزيشن قلت لك دي الجايد لاينز اوف مانجمنت اوف هايبر فوسفاتيميا 21 صفحه، دول ابليكابل؟ الكلام اللي قدام حضرتك ده ابليكابل؟ اتفضلي يا دكتور امل. دكتور طب هو يعني according to guideline مين اللي يجبر المستشفيات ان هم يمشوا على جايد لاين او يعملوا جايد لاين بال 3 كومبوننت اللي حضرتك قلتهم لازم يكون في ريسيرش واكسبيرينس واكسبكتيشن. دلوقتي مثلا انا بقابل مشكله في المستشفيات هنا ان هم عاملين نفسهم زي ما حضرتك قلت يعني براكتس بس نوت ريليتد لاي ريسيرش، بيعتمد بس على الاكسبيرينس ومصممين على هذا البراكتس،
ده غلط طبعا، ده غلط طبعا، ده كده غلط. بيحصل كتير بقى، مصيفات كتير. لازم يبقى عندك لجنه دي من ميديكال ستاف علشان يعدل البراكتس ده، ولازم يبقى في لجنه، اللجنه دي تقرر ايه الجايد لاينز اللي هتبقى متبعه في المستشفيات. اللجنه دي ممكن تبقى من الوزاره ومن المستشفى. مفيش حاجه اسمها كده دكتور محمد، يعني انا هاجي لحضرتك في النقطه دي، مفيش حاجه اسمها مفيش اجبار لحد خالص، لا طبعا. اي تعديل حضرتك بتعمله للجايد لاينز لازم يكون يور ايفيدنس ان حضرتك عدلت، والايفيدنس بتاعتك ما تجيبهاش من ويب سايت، تعمل يور اون ريسيرش او تجيب يور اون جايد لاينز. مفيش حاجه اسمها يور اون جايد لاينز، في حاجه اسمها ان حضرتك دلوقتي هتعدل عشان البيشنت كان عايز كده، او هتعدل علشان العلاج بقى بتاعك ما بقاش افكتيف في القصه دي، هتعدل علشان البيشنت نيدز بقت اوفر نيدنج على الحاجات اللي حضرتك بتكتب عليها. الجايد لاينز دي، طب خليني اجاوب على اسئلتكم في الجزء ده يا دكتوره امل ودكتور محمد في الاخر. حضراتكم دلوقتي وصلنا لقصه ان ده الجايد لاينز دي نوت ابليكابل. هي نوت ابليكابل يا جماعه، بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحه. الجايد لاينز دي لازم تنزل في اطار ابليكابل. فلازم الجايد لاينز دي تبقى ابليكابل. هتبقى ابليكابل ازاي؟ مش هقعد اقرا، خد بال حضرتك، مش هقعد اقرا 21 صفحه عشان مانجمنت هايبر فوسفاتيميا لستيج 4 و5 بس. مش هقعد اقرا لكل الديزيز. كل ديزيز يعني انا ده كده ايه، خد بال حضرتك، هو كده بيمانج هايبر فوسفاتيميا بس. لا، ده انت المريض مش هيخش لك يقول لك انا عندي هايبر فوسفاتيميا فاستخدم الجايد لاينز وتعالجه وتروح. لا، ده المريض هيخش يقول لك انا كرونيك كيدني ديزيز، عالجني بقى، عالج هايبر فوسفاتيميا وهايبو كالسيميا وهايبر كالسيميا وهايبر ناتريميا هايبو ناتريميا، وعالج الكومبليكيشنز، وعالج ال 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 المريض ككل. عشان اعالج المريض ككل ببدا لحاجه تانية بقى يا جماعه، استخدام الجايد لاينز لحاجه اللي وراها، المستوى اللي بستخدم بطبق بقى الجايد لاينز عشان تبقى مور ابليكابل. في كذا طريقه نخلي الجايد لاينز مور ابليكابل. النقطه اللي جايه هي تطبيق حاجه اسمها كلينيكال باثوي. كلينيكال باثوي، ايه الكلينيكال باثوي ده بقى؟ الكلينيكال باثوي التيم بتاع القسم بيقعد، يا جماعه احنا عايزين نعالج مريض الكرونيك كيدني ديزيز، هنعالجه ازاي؟ يبدا التيم بتاع القسم يجيب كل الجايد لاينز اللي ريليتد للبيشنت ده، يعني الجايد لاينز بتاع الهايبر فوسفاتيميا ده، والجايد لاينز بتاع هايبوناتريك، والجايد لاينز بتاع الانفكشن، والجايد لاينز مش عارف كذا، والجايد لاينز فلاني، والجايد لاينز فلاني، الجايد لاينز فلاني، الجايد لاينز فلاني. المريض ده هيتاثر بكذا، بيبقى ب 10 15 جايد لاين، 20 جايد لاين. التيم ده يقعد مع بعض ويبدا يحط خطه علاج ملزمه لكل شخص، ملزمه للستاف. خطه علاج يمشوا عليها كلهم علشان مفيش كل واحد يمشي بمزاجه. الجايد لاينز دي اخرج منها بكلينيكال باث واي. خلاص؟ كلينيكال باث واي. كلينيكال باث واي ده هتعمل للمريض ايه كل يوم؟ هتعمل للمريض ايه كل يوم؟ هوريك شكل كده كلينيكال باث واي. ده شكل كلينيكال باث واي. ايه في الكلينيكال باث واي؟ التيم قعد وجاب كل الجايد لاينز، واحنا قلنا دايما لما بنعالج المريض في مستشفياتنا بعد خروجه، مفيش حاجه اسمها عالج الهايبر فوسفاتيميا بس، مفيش حاجه اسمها جايد لاينز لاستخدام البيتا بلوكرز في علاج الاسكيميك هارت ديزيز بس، لا انت بتعالج المريض ككل. القسم بيقعد يعمل كلينيكال باث واي للمريض. المريض ده نمونيا، يبقى حضرتك هتمشي بالكلينيكال باث واي ده. اللينس اوف ستاي اللي هتعالج فيه المريض 4 ايام بتطبيق الجايد لاينز على الخطوات التاليه. احتياجات المريض
من اول نقطه الدخول، من اول ما تعمله اسسمنت وهتطلب منه انفستيجيشن وهتعالجه تريتمنت واكتيفيتي عامله ازاي والنيوتريشن عامل ازاي، كل التيم اللي بيعالج المريض ده والتيتشنج كمان خلاص والديسشارج بلاننج من اول يوم في خلال اربع ايام عليك او اربع ايام عمل دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. في دي نمبر 1 هتطلب منه 1 2 3 4 وتعمل له كذا في دي نمبر وبالنسبه للانفستيجيشن تي بي سي وكالتشر وتشست اكس راي والتريتمنت هتدي له انتيبيوتيك كذا واي بي از نيدد لو انتيبيوتيك النيتريشن هتغذيه على كذا وهتعلمه كذا كتيتشنج وهتحضر له وتقيم الهيومن ريسورسز اسس عنده جهاز عشان لما يجي يخرج بعد اربع ايام مثلا محتاج فنتيليشن ولا حاجه او محتاج اكسجين ثيرابي واليوم الثاني كذا واليوم الثالث كذا واليوم الرابع كذا خلاص والديسشارج المفروض يخرج بيه البيشنت الحاله وحالته بالشيء الفلاني. طب انا هستاذنك بس دكتور محمد هنقعد نتناقش مع بعض نخلص الجزء ده هو هفتح دلوقتي النقاش وهنتناقش نقطه نقطه نوضح الفرق. الجايد لاين الكلينيكال باث واي ده الجايد لاين كان يعتبر جنرال خلاص يعتبر جنرال ليه؟ لانه شويه ريكومنديشنز الريكومنديشنز دي محتاجه تبوت ان اكشن فبعمل الكلينيكال باث واي الكلينيكال باث واي نراعي جدا نقطه مهمه ان هو فور افري بيشنت ليه ورقه لكل بيشنت ليه ورقه حضرتك دلوقتي بقى دي ورقه بيشنت اسمه عم علي خلاص عم علي دوت دي الورقه بتاعته وهو مريض نموني دلوقتي حضرتك بتتكلم بفكره الاكتيفيتي الاكتيفيتي دي يعني بيتحرك ولا ما بيتحركش والمريض اساسا عامل امبيتيشن اوف تو ليمبس شطبت دي خالص حلو المريض بتاعك ده المفروض بيقعد اربع ايام بس علشان حضرتك هو مال نيوتريشن هو مال نيوتريشن اوكي بص هنا اثناء الاسسمنت المفروض هو هياخد اكتر من 50% دايت سيرفيد اللي بيتكتب له علشان النيوتريشن بتاعته هتبقى بالطريقه الفلانيه عشان يخرج بعد اربع ايام لقيت المريض عنده مشكله في الدايت دايت سبلمنت اتعاملت مع النيوتريشن وقلت له لا انا هعدل شويه في النيوتريشن ده يا اما نزود له النيوتريشن يا نزود دي اقامه كمان طيب انا كرئيس قسم قلت لك بص انا عندي كارثه انا كرئيس قسم كارثه اياك تتحرك عن الجايد لاينز او عن الباث واي انت قعدت المريض يوم كمان ليه؟ ما هو انت دكتور والدكتور ده ما انا لو الامر بالبساطه دي ما انت الدكتور ده معاه بكالوريوس طب ومعاه ماستر ومعاه اكسبيرينس ومعينه وبديله فلوس مبلغ وقدره علشان يعالج المريض ما هو لو انا لو الامر بمنتهى البساطه احط له نظام يطبقه طب ما انا اجيب اي حد اجيب اي حد خريج ما كملش دراسته او لسه ريزيدنت مش معاه ماستر واقول له عالج اما فين الريسبونسابيلتي وكفاءه الدكتور في اداره مهنته ما لازم يبقى عنده خبره وعنده شخصيته الاوتونومي بتاعه اللي بيعالج من خلاله اللي بيبقى عنده خبره من شغله ان انت المريض ده خلاص محتاج يوم كمان اليوم كمان اللي قعده المريض دوت عشان الدايت فبيعمل جاستيفيكيشن لازم 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 لو حضرتك عملت وخرجت عن النورمال او الجايد لاينز اللي هي او الباث واي اللي رسمه لازم تقول لي انا هعمل كذا عشان كذا جميل حضرتك دلوقتي وليكن دلوقتي انت الديسشارج بتاع المريض دوت المفروض هيخرج مثلا على رعايه المريض وهياخد اي في البيت والاي في لسه او مثلا محتاج اكسجين ثيرابي في البيت والاكسجين ثيرابي ده مش متوفر في البيت لحد دلوقتي هتخرج المريض ازاي
يعني هو المفروض هياخد يكمل اكسجين ثيرابي، واهل المريض مش لاقيين اكسجين ثيرابي، مش لاقيين جهاز الاكسجين كونسنتريت، هيتصرف ازاي؟ الدكتور مش هيخرج البيشنت خلاص. دلوقتي الحاله اللي كانت ضربتها مثلا لينا امبارح دكتوره ناشا، قالت لي المريض ده قعد 10 ايام بعد ما كتب له خروج. طيب ما انت لازم هتعدل في الباث واي بتاعه، فانت دكتور ومعاك اوثوريتي لعلاج المرضى وبتعدل زي ما انت عايز، بس تعدل تكتب ليه عدلت. مش كل دكتور ماشي بمدرسه وكل واحد ماشي بمزاجه، مش الممرضه تخش النهارده تلاقي البلان اوف كير تاني يوم اتغيرت خالص، لا هو بيبدا يعمل انفستيجيشن. لانك خد بال حضرتك انك بتتعامل مع سيستم فيه فاريابيليتي واسعه، فانت عملت يور بروكوشنز وخدت كل احتياطاتك ان ما يحصلش فاريشن، انك حطيت بلان اوف كير يمشي عليها كل الدكاتره، بس ما ينفعش تسحب من الدكاتره قدراته وسلطاته في ان هو يعدل as patient case need. خلاص need بيحتاج كذا بيحتاج كذا، تحاليله كانت مظبطه وباظت، فبتبدا حضرتك تعدل على الكلينيكال باث واي as bare condition needs. خلاص انت كده بدات توظف الجايد لاينز. ليه بقى الجايد لاينز مش هتشتغل لوحديها؟ دي فرقت ايه عن الجايد لاينز يا جماعه؟ الجايد لاينز ما هي الا شويه ريكومنديشن كتير جدا. يعني عشان تقول لي، يعني انت دلوقتي خد بالك ده 21 صفحه مانجمنت اوف هايبر فوسفاتيميا بس، لكن انا مش هكتب جايد باث واي على علاج هايبر فوسفاتيميا، انا بكتب الباث واي بمده اقامه بخطوات بستبس عشان المريض بعد 5 ايام يخرج. لمريض الكرونيك كيدني ديزيز مش عشان اعالج الهايبر فوسفاتيميا فاعمل له ورقه للهايبر فوسفاتيميا وهايبر ليبيديميا وهايبر كالسيميا وورقه للهايبوناتريميا، غلط. انا بعالج مريض اس كونديشن كامله، حالته كامله من كل اتجاهاتها بكل حاجه، بحط الاطار بتاع علاج المريض ده، فبدمج كذا جايد لاين في خط في ورقه واحده عشان ابلاي. الناس بقى تقول لي انت الباث واي ده مبني على ايه؟ مبني يا جماعه على الجايد لاينز بتاعت الوزاره. جايد لاينز الوزاره جات لي حطيت خطه رعايه، لان هنا مفيش خطط، هنا ما هي الا تعليمات. التعليمات مثلا هاخد انا مثلا هقول مثلا هديله نيوتريشن فلويد اكتر من 2000 سي سي كل 24 ساعه. ايوه انت جبت المعلومه دي منين؟ انا دلوقتي مدير الطبي، مدير الطبي بتاع المستشفى، وجيت رحت داخل، انت جبت المعلومه دي منين؟ والله بالخبره. لا بالخبره دي بقى خلاص، لا انت تقعد في بيتك، لا مش خبره. هقول لك لا، انا الجايد لاينز بتاعت الوزاره هنا، لو دورت على نيوتريشن مثلا، هنا لو دورت على نيوتريشن مثلا عن سبلمنت هنلاقي اهو مثلا ان انا قد ايه اكتب كميه معينه من الفلويد. تمام دكتوره ايمان، انا هبدا اسمع اسئله بقى دلوقتي. دكتوره ايمان، يعني في عمل الباث واي ممكن استخدم كذا بحث وجايد لاين ووافقتهم مع بعض؟ لا جايد لاينز خلاص، انت الباث واي جايد لاينز، الباث واي مبني على الجايد لاينز مش مبني على الابحاث. احنا قلنا الجايد لاين مبني على البحث والخبره والبيشنت اكسبكتيشن، الباث واي مبني على الجايد لاين. دكتور محمد انا عايز اسمعك دكتور محمد، واستفيد استفيد عشان نوضح كل اي لبس. اتفضل دكتور محمد. طيب يا دكتور، استفيد يعني دي اول استفيد، خد راحتك. تمام طيب تمام. هو انا بس الفكره، يعني انا حاسس كده ان هي احنا كده نسفنا فكره الجايد لاين كومبليتلي. يعني انا المبدا اللي في دماغي ان الجايد لاين ده بيوضح الاطار العام. انا حاجه قبل حاجه، نسفنا المبدا اللي في دماغ حضرتك والمبدا اللي الناس كلها ماشيه عليه، ولا نسفنا الصح؟ ما انا هقول لحضرتك اللي انا فاهمه، او اللي يعني اللي انا يعني انا اللي انا فاهمه ان الجايد لاين بيتحط ان هو ده اطار عام بيريكومند زي ما حضرتك بتقول ايه الاطار اللي احنا نمشي فيه عشان نعالج الحاله دي.
اوكي هو مثلا فرضا ان هو عمل جايد لاين هنا في 21 صفحه، طب ما هو وارد جدا، انا طبعا ما قريتش كل ال 21 صفحه، ما هو وارد جدا يكون يعني تعرض للاكسبشنز اللي حضرتك ذكرتها. وبعدين فكره ان انا ابقى رابط كل حاجه بربط المريض، يعني انا هغير خطه العلاج بالكامل الابروفد علشان المريض مثلا عايز ياخد حبوب ما ياخدش كبسول مثلا او حاجه زي كده، برضو دي يعني بالنسبه لي حاسس انها مش منطقيه. يعني هو الفكره ان انا دلوقتي لو حسيت ان انا الجايد لاين هو اللي بيربط الدكاتره بتوع القسم او بتوع المستشفى ان احنا هنعالج المريض خلال الاطار ده، يعني انما كده يعني حضرتك لما ذكرت الامثله حضرتك رحت يعني الاكستريمز، يعني طب وات اف لو كذا، لو وات اف لو كذا، ما دي اكستريمز في الحالات ديت ممكن يبقى فيه يقدر يتصرف فيها يعني، انما هو الاطار العام نفسه واحد انا متخيل ان هو الكل لازم يلتزم بيه، يعني هو ده دور الجايد لاين. يعني اما بعد كده لو قلنا بقى ان الجايد لاين يعني في كل حاله هتخضع يعني للاكسبيرينس بتاع الدكتور ممكن يبدل فيها ويغير فيها، طب ما هو كده خلاص ما بقاش جايد لاين. يعني حلو. ده اللي انا فاهمه يعني. حلو دلوقتي يا دكتور محمد، مش مثلا في ذا بيشنت، في دكاتره بتكتب مثلا انتيبيوتيك اتنين انتيبيوتكس والاثنين بيبقوا مثلا نفس الاكشن. طبعا في ابيوز، انا فاهم الكلام ده. هل ده ينفع؟ هل ده هينفع يبقى اكسكيوشن او اكسكيوز من دكتور انه يقول رئيس القسم انا كتبت الاثنين دول عشان خبرتي بتقول الاثنين دول مع بعض؟ هل ده جاستيفيكيشن يعتبر لو الدكتور كتب اثنين مضاد حيوي وده خرج عن الجايد لاينز؟ هل ده اكسكيوشن؟ ده دور الجايد لاين بقى ان هو ده اكسكيوشن انا اسمعه كرئيس قسم؟ لا ده هيشفع له؟ اكيد لا. حلو كده. حضرتك دلوقتي مش شفت مثلا دكاتره ماشيه تقول لك ان همشي بالابروتش الفلانيه في الجراحه، مثلا العمليه بتتعمل بكذا طريقه، مثلا عمليه فاسكولار مثلا والدوالي مثلا، في واحد يقول لك انا هعالج الدوالي بربط مش عارف الفين الفلاني، واحد تاني هيقول لك انا هعالج الدوالي بربط الطريقه الفلانيه وهعالج لمده 5 ايام وبعد كده هفك الجرح واخليه يمشي مش عارف على ايه، وفي طريقه تانيه مستشفى كان دكتور تاني بيتبناه. هل اكسكيوجن لجراح، هل العذر من جراح ان هو يقول انا همشي على الطريقه دي ومش همشي على الطريقه دي، هل ده عذر قدام رئيس القسم ان هو يمشي على الطريق ده وبلاش الطريق ده؟ انا عشان كده بقول يا دكتور لما يبقى في جايد لاين او بروتوكول يعني ابروفد هيلزم الجميع ان هو ده احنا بنعمل العمليه دي بالمنظر. في حاجات لو حضرتك ماشي غيرتها يبقى انت حضرتك مش بتعمل جاستيفيكيشن، لا يعني مش بتوضح اللي انت مشيت بعكسه، لا ده انت حضرتك مشيت على جايد لاين ثانيه غير اللي احنا رسمينها في المستشفى، كده حضرتك نوت فولوينج بوليسي اوف ذا هوسبيتال او جايد لاينز اوف ذا هوسبيتال، دي فيها فايرنج يعني دي فيها انهاء عقد عمل. تمام. لكن اللي احنا بنتكلم فيه بقى يا دكتور، اللي احنا بنتكلم فيه ان انت تلتزم بالجايد لاينز او تلتزم بالباث واي وممكن تعمل تعديلات في الباث واي باختلاف طبيعه الحاله اللي انت بتتعامل معاها. التعديلات دي مش هتمس الاصول خالص، مش هتمس الاصل اللي هو نوت فاريبل من بيشنت لبيشنت، مش هتمس الحاجات اللي هي يعني انت دلوقتي حضرتك قلت لي اللي مش عايز ياخد حقن عايز ياخد حبوب، طيب هل البيشنت اكسبكتيشن هنا تتوافق مع خبرتك ومع مهنتك كطبيب ان المضادات الحيويه اللي حقن هل بتكتبها في نفس الحالات ده الترناتيف لده؟ لو ده الترناتيف لده محدش يقدر يلومك، لو الحبوب الترناتيف للحقن محدش يقدر يلومك، بس لو مش الترناتيف وكتبته عشان توافق رغبه المريض لا يبقى انت كده مش ماشي على علاج، يبقى انت كده ماشي من دماغك، يبقى انت ماشي على الغلط. لا الصح ان انت لو الالترناتيف والبديل ده هيتوافق مع البيشنت اكسبكتيشنز
وهيحقق لك الاوت كام اللي بتدور عليه. غير ومالكش دعوه، صح، غير، لانك لازم تحقق البيشنت اكسبكتيشن فيما لا يتعارض مع الكلينيكال اوت كام او البروسيس اللي انت ماشي عليها اللي هتخليك تعالجه. يبقى الاطار اللي حضرتك بتتحكم فيه، انا مش عايز امحيلك خالص يور اوثوريتي، ومش عايز امحيلك خالص يور ريسبونسبيلتي. تخيل كده اتعاملت مع دكاتره او ستاف وقلت له ده ملزم ليك للتطبيق، هيقول لك طب ما تجيب اي حد. بص في طبيب امتياز بياخد 200 جنيه يبقى هاته يطبق لك العمل. لا انا بقول له، لا انا بقول له ان حضرتك بديلك يور اوثوريتي ويور ريسبونسبيلتي، بس في الاطار اهو. هتعدل تديني جاستيفيكيشن، وجاستيفيكيشن يكون جاستيفيكيشن منطقي علمي لاسبابه. لو رئيس القسم قيم ان ده مش جاستيفيكيشن، يعتبر مش ضروره حتميه، مش حاجه تبص لها بعين الاعتبار، لا ساعتها بقى رئيس القسم بيبقى ليه الحق ان هو يقول لك ايه، لا انت ما تعملش كده تاني. يا اما هيبقى في اجراءات بعد كده قد ينتج عنها ان انت حضرتك بقى يا اما تتوقف، يا اما تنزل، يا اما سحب منك بريفليج، يقول لك الحالات دي ما تعالجهاش تاني. هيبدا يبقى في اكشنز يجازي بيها الطبيب اللي لا يلتزم بالجايد لاينز، والجاستيفيكيشن بتاعته واضح ان هي مش مبنيه على اطار علمي. طيب كده نقدر نلخص الكلام، يعني حسب ما فهمت من حضرتك ان هو الجايد لاين ده الدستور بتاعنا بتاع الاسم كاساس، انما الدكتور له حق ان هو في بعض الحالات الاكسبشنز لو في اي فاريشن حصلت ما بين مريض لمريض يقدر يغير في الجايد لاين دي بعد الرجوع مثلا لرئيس القسم وبعد الايفيدنس بتاعته. جميل. تاني حاجه ان موضوع البيشن ساتسفاكشن او البيشن يعني اكسبكتيشن، انت ممكن تقول اكسبكتيشن يعني to follow his expectation يعني as long it is not يعني breaks the guideline بالظبط. not breaks طبعا انا ليا اوت كام عايز احققه، ما ينفعش نكسر حاجه زي كده متماشيه او ما خرقتش الجايد لاين يعني الى حد كبير. بالظبط. تمام. عفوا يا دكتور محمد، نقاش جميل. طيب انا في كذا حد من زميل عايز يتناقش، انا زميل دكتوره امل، اتفضلي دكتوره امل. ايوه حضرتك، انا كنت بسال يعني بس حضرتك جاوبت على السؤال، يعني احنا هنعمل ايه مع المستشفيات اللي شايفين ان هم الاكسبيرينس بتاعتهم كفايه مش لازم ان هم يستندوا لاي ريسيرش ولا اي الحل زي ده بقى يا دكتوره امل؟ يبقى هنروح لمجلس الاداره، ومجلس الاداره نفهمه او مدير طبي، يعني ملاش مجلس اداره عشان الناس مش فنيه، لا نكلم ناس فنيه ونكلمهم في القصه ديت عشان ناخد الكوميتمنت بتاعهم في اتجاه تطبيق الجايد لاينز. ساعتها هنقول له الجايد لاينز، ما احنا في موست كونسبت يا جماعه في الجايد لاينز، والناس فاهمه ان الجايد لاينز ان ده الريسيرش، ان دوت بتاع امريكا يبقى هو الصح اللي لازم اطبقه. لا، ما اول ما الدكتور يحس ان اتسحب منه خبرته مش هيبقى معاك بيشتغل. عشان كده بقول يا جماعه لازم الدكتور يحس ان هو الاكسبيرينس بتاعته تعتبر، لازم احط دماغي باعتباري ان اراعيه في نقطه الاكسبيرينس، واقول له تعالى الاكسبيرينس بتاعتك هتعتبر في وضع الجايد لاينز، وكمان هتعتبر لو في فاريشن، وتكتب جاستيفيكيشن جنبها. هنا النموذج ده بتاع الجايد لاين بتاع الباث واي ده اللي موجود في جنب، بس في باث ويز فورمات ريد ده بيبقى جنبيها كده. يعني هو هنا حاطط لك ايه في الباث واي؟ هنا حاطط لك في الباث واي هيحط صح لو مت، وهيحط اكس لو نوت مت. تمام. وفي بقى بعض الفورمات يقول لك ويحط لك جنبيها في فاريشن، تلاقي كده الاستاف وهو بيشتغل في الورقه دي يعمل لك صح خلاص، يجي هنا مثلا لو حطينا في هنا كده ويعمل تحتيها يقول لك صح تحت فاريشن، ويسيب دي فاضي. معنى هنا صح الفاريشن يجي يعمل لك بقى في الجنب كده جنب كل خانه يقول لك ايه الجاستيفيكيشن بقى يا بيه، ليه عملت فاريشن؟ يتكتب يور جاستيفيكيشن عشان فاريشن قد ايه عن اتباع الجايد لاينز او الباث واي ده، يلاقي مثلا نسبه فاريشن 2%، يبص على ال 2%، لو ال 2% دول مقنعين والجاستيفيكيشن مقنع خلاص اوكي الدكتور ده شغال كويس. لو الجاستيفيكيشن لو الفاريشن عامله 90% يبقى الناس مش ملتزمه بالباث واي، والفاريشن والجاستيفيكيشن نوت يعني حاجه كونسيدر،
خلاص يبقى ساعتها في مشكله، يبقى ساعتها الاداء بتاع الدكاتره فيه مشكله، ومحتاجين بقى نشوف المشكله راس المشكله فين. حضرتك اصلا رئيس القسم نفسه مقتنع بالبراكتس بتاعهم، وانا نفسي مقتنعه بيه، بس للاسف ما فيش اي ليتريتشر بتقول بتوافق كلامهم ده. يعني الاكزامبل بالظبط، احنا بنعمل انديكيتور على الستروك ان البيشنت لازم ياخد انيشال دوز للاسبرين 300 ميلي جرام. هم شافوا ان لما بيدوا الاسبرين 300 دي انيشال دوز، العيان ممكن يجي له هيموريدج، ممكن يحصل، ممكن يموت، ممكن يحصل له كوبلز يعني. فكلهم متفقين ان هم بيدوا الاسبرين اللي هي ال 81 البيبي اسبرين، والبراكتس ده مظبوط وماشي كويس وبيدي الاكسبكتيشن بتاعت البيشنت هو بيبقى كويس. لكن مفيش اي ريتريتشر، ودورنا في كل الجايد لاينز مفيش اي حد بيقول ان احنا نبتدي انيشال دوز بالبيبي اسبرين. احنا مش عارفين نغير الانديكيتورز. لا يعني هو يعني ما للدرجه دي مفيش يعني. انا برضو عارف ان الانيشال دوز الاسبرين في حالات زي ديت بيبقى 81 تمام، بس يعني ما اعتقدش الانيشال 300 الكليه ودرسناه في الكليه، ما اعتقدش هيبقى كل الكلام ده ومفيش ريسيرش عليه يعني. هو اوريدي وما فيش حد كان بيقول لنا خالص نبدا بال 300 ده، فما اكيد في ريسيرش. لاينز الناشونال فاونديشن للستروك والهارت اسوسيشن والكذا، فجبنا كذا جايد لاين ورجعنا كذا جايد. هم نفسهم قالوا احنا فعلا ما لقيناش ايفيدنس بتقول ان احنا انيشال دوز بيبي 81 انيشال دوز 300. طيب انيشال دوز 300 في كل الريفرنس؟ يا اما 300 يا اما الاسبرين معاه مثلا بلافكس او بزنتين، يعني حاجه ثانيه يكون معاه حاجه ثانيه. لكن الاسبرين لوحده ما مش انيشال دوز، ما تبقاش 81 ابدا الا اذا كان البيشنت عنده كومبليكيشن، عنده مشكله اصلا. لكن لو هو الحاله ستريت فورورد لازم ياخد الانيشال دوز الكبيره. هم بقى كل دكتوره ناهد قالت لحضرتك ستارت من 162 ستارت من 162 بالظبط. ايوه لا هما بيدوا بس ال 81 يعني برشمتين، يعني هو 162 كده برشمتين. ايوه بالظبط. حاولنا نحل المشكله دي ما عرفناش نحلها يعني، فمش يعني لو كده جينا في استثناء يا دكتوره، وجينا في استثناء ساعتها يعني باستثناء، يعني ده استثناء. بس الاصل ان احنا لو مشينا بقى في بقيه المانجمنت يبقى ماشيين بالريسيرش، يعني دوت استثناء للانيشال دوز اوف اسبرين. طب ما هو هياخد علاجات ثانيه للنيورو، وهياخد علاجات ثانيه للبليدنج، وهياخد علاجات ثانيه تمام. فحضرتك حاطط ماشي على ريسيرش، حطيت يور اكسبيرينس، اعتبرت البيشنت اكسبكتيشن، يبقى برضو احنا كده ده استثناء. الاستثناء ماشي خلاص، وبقى حطينا جستيفيكيشن ورئيس القسم ماشي عليه وخلاص الناس ماشيه كده، ويجيب نتيجه في واقع الاكسبيرينس. بس ما ننساش ان احنا بقيه الحاجات نستخدم الريسيرش. تمام يا دكتوره. تمام حلو جدا. شكرا يا دكتوره امل. دكتور حسام اتفضل. دكتور حسام اتفضل افتح مايك. ايوه دكتور صلاح عليك. اتفضل. معلش انا بس كنت يعني قلت سريعا اعلق على سؤال الاستاذ محمد، ان هو يعني الفرق ما بين الباثويز والجايد لاينز، ان هو يعني الجايد لاينز مش بتحط وان اوبشن كل ريكومنديشن، يعني ممكن تقول مثلا ان انت مثلا ممكن تستخدم ده او ده او ده، سواء بقى في دايجنوز وتريتمنت وكده، غير ان في جايد لاينز كتيره يعني بتوجه ايفيدنس عن ايفيدنس، فبتحط واحد عن الثاني. فالباثويز ده بيقول على حسب المتوفر في المستشفى الخاص احنا بنستخدم ده، اللي هو مثلا واحد من الثلاثه اربعه خمسه اوبشنز. فده سريعا قصه برضه يعني من الاكسبيرينس، برضه قصه ان المفروض ان المستشفى طبعا الباثوي اللي هتحط بيلزم الناس كلها انها تمشي عليه، وفي نفس الوقت هي تحط كمان بروسس لو حد عايز يطلع عن مثلا في الانستتيوشن اللي انا شغال فيه، ان والله لو حد عايز يعمل حاجه مش موجوده في الباثوي بيبقى في فورم معين بيقدمه، وفي الفورم ده مكتوب طب ليه ايه السبب ان هو طالع وايه الايفيدنس، عشان بعد كده يعرفوا يقيموا ممكن مثلا يكون الباثوي محتاج تحسين وكده. المهم يبقى في بروسس، وطبعا لو والفورم ده في حد بيعمل له ابروفال، يعني هو والله لو عايز يطلع من الباثوي ومفيش ريزن لا بيريجكت. انا اقصد ان هو ده طبعا حق المستشفى ان هو يبقى ليه باثوي يلزم بيه الناس كلها، بس في نفس الوقت يبقى حاطط بروسس ان لو حد والله لا في والله ايفيدنس الباثوي دي مش ابديتد قوي، في ايفيدنس جديد طلع او كده وهكذا. ويعني قلت تمام. حلو جدا، شكرا للدكتور. ممتاز كلام حضرتك.
دكتورة ناهد اتفضلي. دكتورة ناهد. ايوه السلام عليكم. دكتور بالنسبة للكلينيكال باثوي هل هذا بيكون خاص للمستشفى نفسه؟ يعني ما بقدر اخذها من المستشفيات الثانية واطبقها عندي صح؟ لا 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 ده خاص بالمستشفى. طيب طيب دي يعني اللي هم كل قسم بيعمل الكلينيكال باثوي بتاعتهم، يعني مثلا النمونيا دول بتوع الميديكال، السيرجري بيعملوا بتاعتهم. طيب ودي بتكون ابروفد، مين اللي بيعمل لها الابروفال؟ القسم رئيس القسم نفس القسم، مش مثلا اللي هو المدير الطبي او لا يعني. لا لا مش مش شرط لانه مش هيفهم فيها يعني مش بتاعه. طيب معلش بس العناصر اللي هم الناس اللي بيعملوا الكلينيكال باثوي هم بس الدكاتره ولا معاهم مثلا بيكون حد ثاني؟ كل الناس اللي هتعالج المريض ده، يعني مريض النمونيا هيعالج فيه النيوتريشن اللي رول، يبقى هضم حد تغذيه. الفيزيوثيرابي ليهم رول، يبقى هضم حد الريسبيراتوري، هضم حد الكلينيكال فارماسيست برضه. كلينيكال فارماسيست طبعا. اوكي. والجوده هيبقى معانا، كيس مانجر، الناس اللي بتكوردينيت الكيس هيبقوا معانا عشان نحط الباث واي. كل الناس اللي هيبقى اللاب الراديولوجي كله هيبقى موجود عشان لما يجي حاله نمونيا نتعاون كلنا ونكوردينيت الكيس مع بعض علشان نحقق الاوت كوم اللي بندور عليه. ايوه تمام. ايوه شكرا جزيلا. دكتوره ايمان اتفضلي. دكتوره ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد كنت بس عايزه اقول لك، هو يعني بالنسبه لي الجايد لاينز يعني فهمي ليها انه يعني احنا بالنسبه لنا في الشغل في المختبر مثلا الاساس عندي هو السياسات اللي موجوده داخل القسم، يعني ما اقدرش ان انا اتعامل مع اي عينه من اول ما تدخل المختبر الى ان اسلم ريبورت وحيد عن البوليسي والبروسيدور اللي انا بستخدمه، وبيبقى في الريفرنس بتاعها بيتكتب جايد لاين معين، يعني انا مش بجيب من فالجايد لاين دي برود قوي، يعني ممكن تكون معموله على بوبوليشنز معينه على يعني معينه مثلا اتبنت عليها، فانا بستخدمها كريفرنس وابني بقى سياسات بيبقى موجود فيها الايكويبمنت الريجنت الحاجات اللي انا بستخدمها خطوات الشغل بالتفصيل حاجات زي كده. فيعني ده فهمي للموضوع. الجايد لاينز طبعا ده مرجع ليا، ولكن اللي هتسأل عنه وهيبقى هو الريسبونسابيلتي والبيدي كوليجال مبني عليه، ان انا مثلا يعني لو في حاله لا قدر الله في الاخر طلع فيه مشكله في ريبورت طلع او نتيجه خطا هيلزموني باللي كان موجود في البوليسي هل انا مشيت عليه او لا. فده لكن الجايد لاينز مش هتشفع لي، يعني لو انا قلت لهم ساعتها لا والله ده انا سبت البوليسي وخدت الجايد لاين محضه كده استخدمتها فاعتقد ده مش هيكفي والله اعلم. يعني صح جدا صح جدا. هي الجايد لاينز تعتبر سوليد ماتيريال. الجايد لاينز سوليد ماتيريالز. الريكومنديشنز دي طلعنا بيها من الميثودولوجي اوف ايفيدنس بيست براكتس لدمج اربع ثلاث حاجات مع بعض. طلعنا بريكومنديشن. الريكومنديشنز دي ريكومنديشنز اس على راي دكتور حسام ده فيها اس يعني جمع، يعني في ريكومنديشنز لكل نقطه. ممكن يكون في كذا ريكومنديشن، يعني دلوقتي هيقول لك النيوتريشن ممكن تستخدم كذا ممكن تستخدم كذا الترناتيف خلاص. فانت هتختار اي واحده وتحطها في الباث واي. الباث واي بيجمع كل حاجه. في صور تانية لتطبيق الجايد لاينز، ان حضرتك تحط الجايد لاينز في بولس، تبقى بقى بولسي خطوات عمليه نمشي عليها في الاستاف في المستشفى، تحطها في حاجه اسمها الجوريزم. هوريكم يعني ايه شكل الالجوريزم. تعمل ابلكيشن على النت، ابلكيشن على اندرويد او اي او اس عشان تطبيق جايد لاينز للمستشفى. تعمل بوكلت صغير ويحط الدكتور في جيبه عشان يطبق الجايد لاينز. الجايد لاينز كورق زي ما شفتم نوت ابليكابل، لازم يتحط في صيغه ابليكابل تشتغل عليه. عايز اوريكم المحاضره بقى عرفنا ليه بنشتغل على الكلينيكال بروسيس. انا هقول لكم best practice integrating individual clinical experience with best available external evidence with systemic research and the patient expectation. طيب الجايد لاينز عباره عن ايه؟ systemically statement to help the practitioner and the patient decisions about specific clinical circumstances. systemically statements خلاص هتساعدك عشان تاخد قراراتك. خلي standard of care دلوقتي
طب ايه فايده الجايد لاينز بقى؟ ايه ادوني ايه كده حضراتكم كده قولوا لي ايه فايده استخدام الجايد لاينز في المستشفيات عندنا كجوده؟ ايه ليه علاقتي انا في المستشفى؟ انا ليه بتشرح الجايد لاينز هنا وبفهمك انت ككواليتي بروفيشنال جايد لاينز وقالت الجايد لاينز؟ ها ليه بتكلم عليها؟ حلو جدا. اهم حاجه بقى ديكريس فاريشن، هديكريس فاريشن. حلو، ايه تاني؟ ضمان جوده الخدمه. هاخد حد هيتكلم الزملاء؟ ديكريس فاريشن، ستاندردايز بيشنت كير. حلو صح. ايه تاني غير الستاندردايز بيشنت؟ افكر كده. ديكريز ايرور بروبابيلتي، ماشي. ايه تاني؟ achieve patient expectations. حلو. system thinking، جميل. decrease the cost، عشان ما بعملش over use ولا under use ولا miss use، صح؟ طلب من متطلبات هيئه الاعتماد، عشان حضرتك تبقى عارف النظام. طيب خليني كده، يعني انا عايزكم تفهموا الموضوع مش تبقوا تحفظوا، عشان اقدر مونيتور البروسيس ماشي صح ولا غلط. كلام جميل يا دكتوره ريحان، كلام جميل صح جدا، عشان اعرف انا فين من الجايد لاينز، عشان اراقب. حلو جدا، كلامكم سليم جدا. يبقى امبليكيشن اوف براكتس جايد لاينز وكواليتي، علاقه الكواليتي بالجايد لاينز. قلتم دلوقتي، هرجع للنقطه دي، والنقطه دي هتكلم فيها دلوقتي. الاكريديتيشن بودي ريكوير سيلكشن اند امبلمنتيشن اوف كلينيكال جايد لاينز الونج ويز ايفالويشن اوف ذير افكتيفنس. كلام جميل. يوتيلايزيشن مانجمنت، استخدام الموارد، اشورينج ذا ابروبريتنس اوف هيلث كير سيرفيس باي اليمينيتنج اي اكزيستنت ليفل اوف ان نيسيسري كير. هنتكلم على يوتيلايزيشن مانجمنت، استخدام الموارد هيقلل الكوست. performance appraisal، تقييم الدكاتره والتزامها بالجايد لاينز وماشيين عليها كما يجب ان يكون ولا لا. جايد لاينز ار سوليد بيز لاين فور ديفلوبمنت اوف اورجانيزيشن سبيسيفيك كلينيكال مانجمنت بلان. ده بيز عشان ابدا احط البلان، الباث واي والالجوريزم. الباث واي هي خطه العلاج بتاعت المريض زي ما شفناها، خطه علاج المريض من اول يوم لاخر يوم، وتشوف انت يعني بلاننج. الالجوريزم هو ديسيجن ميكنج تول، ديسيجن ميكنج يساعدك في الديسيجن، اتخاذ القرارات. الريكومنديشن اللي مكتوبه في الجايد لاينز شويه نيوميريك ايتمز كده، 1 2 3 4 10 ورا بعض، ومش متنظم. في حاجه ممكن ننظمه بطريقه ان احنا نمشي بالطريقه دي، ان هي بتبقى ماشيه يس اور نو. اعمل ايه بقى؟ بيستخدم الالجوريزم ده دكاتره الكلينيكال باثولوجي لاب دايما عشان يحدد هو هيعمل تحاليل ايه. الالجوريزم مثلا دخل لك مريض وانت شاكك ان هو عنده كاف وعنده كونجيشن وعنده ديزنيا، ما انت شاكك ان هو كوميونيتي اكوايرد نيمونيا، طب اشخصه انا قبل ما ابدا استخدم الباس واي. الباس واي اللي احنا كنا مورينه شكله دلوقتي ده، هل هو نيمونيا ولا لا؟ عشان استخدم الباس واي ده فلازم احدد القرار الاول. احدد القرار الاول ازاي؟ في الجوريزم ممكن استخدمه. الالجوريزم ده مبني منين؟ مبني من الجايد لاينز. تعمله شيست اكس راي وتشوف في الميديستاينال وايدنج الجزء اللي في النص ده واسع ولا لا، تمام؟ في الشيست اكس راي لو لقيته يس هتمشي في الاتجاه ده لغايه ما تشخصه كوميونيتي اكوارد نيمونيا، او تمشي او لو في الاتجاه ده ممكن يبقى الانثراكس، ولو نو برده نفس الكلام، هتعمل كذا وتعمل كذا، يس كذا نو كذا، فاهميني طبعا. عشان اشخص، لو شخصت كوميونيتي اكوايرد نمونيا بقى هحط بقى البلان بتاعت الباس واي اللي انا همشي على ازاي. يعني في ميثود كتيره للابلكيشن، وعايز حضرتك ك يعني كدماغك تستفيد اقصى استفاده منه. طيب اوكي، الجايد لاينز في الاول كده، في حاجه مهمه كمان بيستخدمها شركات التامين. افهمكم العلاقه ديت عشان تبقوا عارفين النظام بتاعها عامل ازاي.
دلوقتي في بيشنت بيتعالج عند مستشفى، بيروح مستشفى يتعالج عليه عندك، يبقى في بيشنت بيروح للبروفايدر المستشفى. لو الدكتور قال للمريض انت محتاج عمليه ب 20,000 ومحتاج عمليه ايرجنت وهتقعد 5 ايام في المستشفى وبعد كده يزودوا له 10,000 وبعد كده يقولوا له مش عارف ايه، البيشنت ما يقدرش يقيم الحاجه دي ماشيه كويس وعلى اكمل وجه هو فيها كل حاجه تمام ولا في مشكله. ما تقدرش انت كبيشنت تقول لا ده الدكتور ده بيضحك عليك او واخد فلوس زياده او بيديك بيطبق جايد لاينز صح ولا بيطبق رعايه طبيه سليمه ولا لا. فانت مش كونفيرمد ان كل حاجه ماشيه كما يجب ان تكون. فبيخش هنا طرف ثالث كده في الرعايه الصحيه اسمه مانجد كير. المانجد كير بيبقى ال 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 اللي هي شركات التامين، شركات التامين على صحه المرضى. المريض يروح يتعاقد مع شركه تامين، شركه التامين تختار له البروفايدر الصح اللي بيستخدم موارده صح اللي بيقدم رعايه سليمه ويطلع بيها اوت كام، وتراقبه وتاكد ان البروفايدر ده ماشي صح وماشي كما يجب ان يكون. المانجد كير دي ملتزمت وتاكد ان البروفايدر ملتزم بالجايد لاينز، متاكده وملتزمه ان البيشنت البروفايدر ماشي على الجايد لاينز، وتحاسب البروفايدر وتتاكد ان البروفايدر ماشي كما يجب ان يكون. فالمانجد كير بيستخدم الجايد لاينز والباث واي از ا بيزس فور كفرج بيمنت اند ميديكال كير ريفيو كرايتيريا، تأكد ان كل حاجه ماشيه كما يجب ان يكون ومفيش اي حاجه واقعه في الرعايه الصحيه. كلينيكال باث واي ديفلوبمنت عرفنا شكله، نعرف تعريفه وركز مع بعض في الحته دي. البروسبكتيف بيشنت مانجمنت ستراتيجي يعني بحطها قبل، بعمل كتاب كده من 1000 ورقه ل 1000 مريض داخل، بنخطط احنا المفروض هنعمل ايه للمريض اللي جاي، نحط السيستم والسيكونس الخطوات والتايم اوف بيشنت كير واللي موست لايكلي تو ريزلت ان بوزيتيف اوت كام، بتسمح للفيزيشن يعدل يمسح يضيف اي انترفينشن عشان يحقق البيشنت اكسبكتيشن. خلاص لكل مريض فايدته ايه؟ احنا خلاص بقى هقرا لكم الكلام لو في حد مش فاهم حاجه يقول لي. Identify the important care process for each expected day of care. Manage the patient through the system not focusing on department. Track significant variation from pathway. يبقى احنا نتاكد ان احنا ماشيين صح واي اختلاف نعمل له تجميع للداتا ونتاكد ان اذا كان متفق ولا مش متفق مع الصح. Vertically integrate care from primary to discharge. حلو. Communicate with patient. أنا ممكن أدي للبيشنت صورة من الباثوي عشان يبقى عارف الخدمات اللي هتتقدم له عبارة عن إيه وهتقعد لمدة قد إيه والكير هيبقى عامل إزاي. طبعًا يسهل لك التحسين بتاع الجودة طبعًا. ليه؟ لأنك المفروض هتشوف بقى في تايملي أسسمنت ولا لأ. في العلاج ماشي زي كما يجب أن يكون وزي ما مرسوم في الباثوي ولا لأ. الريسورسز اللي مطلوبه في الباثوي موجوده في المستشفى خلال 4 ايام الاقامه ولا لا؟ هيسهل عمليه الكوميونيكيشن. اول ما تيجي كلمه باثوي يا جماعه في الامتحان يقول لك فايدتها ايه؟ لازم دي رقم واحد في دماغك. فايده الباثوي مينيمايز الفاريشن. فايده الباثوي مينيمايز الفاريشن مهمه جدا ما تنساش. فايده الباثوي تو مينيمايز الفاريشن. عشان الدكتور كل واحد يبقى حط خلاص حطينا الليمت مفيش وقت كل واحد يجي يعدل زي ما هو عايز. انا مش شرط احط باسوي لكل الامراض لا انا بيش. لكن لو كله بيمانج ال مثلا الزايده كلهم بيعملوا بنفس الطريقه وخلاص ما الامر مش محتاج تو ماتش ايفورتس ان احنا نعمل باسوي وخلاص كل الناس عارفه وكل الاستاف مدرب وهي طريقه واحده كله شغال عليه وعلاج واحد بيتكتب ما احطش باسوي. Provides a basis for ongoing monitoring of diagnosis, procedures, conditions after quality management improvement activities.
حلو. والمانجد كير اللي هي شركات التامين زي ما قلنا، شركات التامين بريدكتد بري ادمشن بروسيدجر فيزيت. لما انت تتعاقد مع شركه التامين وتقول لها هعالج مريض النمونيا في 4 ايام، شركه التامين تبقى عارفه اللينس اوف ستي، نسبه الموارد اللي هتستخدمها، الفولو اب والافتر كير، اللي بيكس اكسبكتد اوت كام، البروسيدجرز اللي هتعملها، focusing the attention of all care provider on maximizing each visit or day of care for patient for effective use of resources. طبعا الدكاتره والاستاف والمستشفى لما عارفه ان في شركه تامين هتراقبها وتشوف كل حاجه ماشيه على زي الورقه والقلم قايل، هيبقوا confirmed ومتاكدين ان الدنيا ماشيه ستيبل وكل حاجه كويسه عشان ما نعملش اي ديفيجن ومفيش حاجه تبوظ مننا. خلاص، عشان بعد كده مش هيحاسب شركه التامين، مش هتحاسب. بنحط الباث واي للهاي فوليوم اوف بيشنتس هاي كوست هاي ريسك، المشاكل اللي البروسيس ذات هاف وايد فاريبيليتي، عشان طبعا الباث واي انا مش قسم البطنه بيعالج 100 ديزيز، مش كلهم اعمل لهم باث واي، لا الباث واي بيتحط للاولويات اللي محتاج في فاريشن واسع. الكلينيكال باث واي اناليسيز يعني عشان تحلله بيبقى محتاج كمبيوتر بقى وتجمع الفاريشن، تمام؟ يبقى محتاج تجمع الفاريشن وتدرس الفاريشن وتشوف نسبة الفاريشن وتشوف ليه الجاستيفيكيشن الدكتور ماشى عن عكس المطلوب. كنت سؤال امبارح دكتور محمد على 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 ليه ما مشيش على البنش مارك في اللينس اوف ستيك؟ اعتقد النهارده حضرتك بدأت تشوف الصورة. البنش مارك انا ممكن اخد اطار بنش مارك للينس اوف ستي من ناس معينه جنبي، مفيش مشكله خالص، بس بنفس الوقت انت هيبقى فيه حاجات كتير في المانجمنت الكير هتختلف من مستشفى لمستشفى باختلاف الباس واي جايد لاينز اللي مبنيه عليه. فاعتقد دلوقتي احنا دلوقتي حتى لو خدنا بنش مارك لازم برضو البنش مارك ده هنحاول نهندله على حسب مستشفى وكفاءه المستشفى. السؤال ده قلت لكم هجاوب لكم بكره ان شاء الله، فاتمنى ان هو يكون واضح النهارده. تمام دكتور محمد؟ اوكي. في اي سؤال هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي دكتور. معلش دكتور انا والله كان عندنا ولاد وما حضرتش معاك من البدايه، بس انا بس عشان اميز الكلينيكال باث واي من الجايد لاين، هو نفسه الجايد لاين الكلينيكال باث واي؟ لا هو 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 الباث واي زي اللي قدام حضرتك دلوقتي، دي خطه الرعايه لمده 4 ايام. الكلام اللي مكتوب جواها طالع من الجايد لاينز، الجايد لاينز هي صفحه شويه ورق طالع من ريسيرش كده ريكومنديشن، اعمل كذا اعمل كذا عشان تعالج المريض، اعمل كذا واعمل شويه كلام كتير كده. الكلام ده يتنظم بقى في خلال 4 5 ايام، اكتب كل يوم هعمل ايه، تمام؟ زي مثلا هنا المفروض هعمل الاقي مثلا كونفيرم ان اوكسجين ساتوريشن اكتر من 90%، اشمعنى 90%؟ عشان الجايد لاينز بتقول لك ابدا من الحته دي عشان ده العلاج مثلا يعني. خلاص؟ ليه هنا مثلا هدي فلويد اكتر من 2000 سي، عشان الجايد لاينز بتقول لك 2000 سي دول افكتيف، فانت من الجايد لاينز بتبدا تبني الباس واي ده اللي هو خطه الرعايه بتاعت المرض، تمام؟ شكرا. اوكي توفيق يا رب. ها في اسئله؟ اي سؤال؟ انا اشوف بس هو كام سؤال اللي المفروض يتحلوا النهارده، لو صغيرين ممكن ناكلهم لكم وقت تاني. انا حاسس ان انتوا تعبتوا. صغيرين جدا، سؤالين دكتور معلش. طيب اتفضل يا دكتور. بالنسبه لل هم اللي بالنسبه للقسم نفسهم، مين اللي بالضبط المفروض انه يعمل الكلينيكال باثوي؟ يعني هل انهم لازم اللي هو بيكون من الكواليتي كوميتي هو اللي بيبدا يعمل هو الدكتور اللي بيبدا يعمل الكلينيكال باثوي، ولا مين بالضبط اللي ممكن يسويها؟ يعني دلوقتي لو عملنا الكلينيكال باثوي بتاع النمونيا، مين يعرف يحط الكلينيكال باثوي بتاع النمونيا؟
لا انا قصدي دكتور اشعه هعرف احط الباسوي بتاع النمونيا او انا دكتور هعرف احط الباسوي بتاع... بالظبط. يبقى كل واحد اضرب شغله. يبقى الكلينيكال باسوي كل قسم يحط الكلينيكال باسوي بتاعه، يطلب مساعده الاقسام الثانيه بس. أيوة. يحط لا بس قصدي يا دكتور انه مين اللي بيبدا يعمل الكلينيكال باثوي؟ هل هو نفس اللي موجود في الكوميتي بتاعت الكواليتي ولا مش لازم يكون كواليتي؟ مش بالضروره يعني يكون مش بالضروره انه هو يكون ممبر في الكواليتي ديبارتمنت، يعني مش في الكوميتي. انا دلوقتي ككواليتي بروفيشنال النهارده اهو احنا حضرنا مع بعض وفهمنا ان الكلينيكال باث واي ده مهم عشان مينيمايز الفاريشن. يبقى انا هاجي اعمل ايه؟ هاجي رايح للكواليتي كونسل بكره كده، حضراتكم هتروحوا للكواليتي كونسل او الميديكال كونسل مدير الطبي. خلينا في الكواليتي كونسل عشان دي بتاعتك. واثناء وجود الميديكال كونسل الكواليتي الميديكال دايركتور قاعد معاك في الكواليتي كونسل، اقول له فندم احنا عايزين، هل احنا عندنا جايد لاينز وباث واي؟ لا ما عندناش جايد لاينز وباث واي. طب انا بطالب يا جماعه ان احنا نطبق الكلينيكال باث واي او الجايد لاينز عشان مينيمايز الفاريشن، وابدا اشرح لهم الفايده. خلاص وافقوا، خلاص يبقى يبدا بقى الموضوع يريفير للكواليتي للميديكال كاونسل بقى، الهيئه الطبيه بتاعه المستشفى. الهيئه الطبيه، رئيس الهيئه الطبيه ومعاه رؤساء الاقسام الطبيه، وممكن يبقى جوده بيحضر معاهم، يقول لهم يا جماعه الجوده طلبت تطبيق الجايد لاينز والباس واي، شوفوا اكتر مشكلتين عندكم او اكتر ثلاث مشاكل عندهم، فيهم فاريشن ما بين الدكاتره، وابداوا تجيبوا جايد لاينز وابداوا تجيبوا باس واي ليها علشان نمشي عليها ونمينيمايز الفاريشن زي ما الجوده قالت. وافقوا خلاص اوكي ابروفد، كل قسم بقى يبدا يحط الباس واي بتاعه. ممتاز، شكرا جزيلا يا دكتور. العفو انت هنا. طب ومين يضمن ان الباثوي ملتزم بالجايد لاين؟ الفريق اللي هيحط الباثوي لازم هيكون الريفرنس بتاعه في بناء الباثوي جايد لاينز، ولو مفيش جايد لاينز يبقى مش هيبقى في باثوي. يعني ما تبنيش الباثوي على خبره، لا ابني الباثوي على جايد لاينز، ولو مفيش جايد لاينز اوجد الجايد لاينز الاول. يبقى الفريق يقعد يعمل جايد لاينز الاول، يدور على الريسيرش زي ما الدكتور امل قالت، احنا قعدنا ندور على الريسيرش. يا هيقعد الفريق برده بتاع القسم يدور على الريسيرش ويدور بعد كده على الاكسبيرينس، يقولوا رايهم في كل ريسيرش، وبعد كده يحطوا البيشنت اكسبكتيشن في اعتبارهم ويبنوا الباثوي. الباثوي بيراعي افري بيشنت اكسبكتيشن، الجايد لاينز نوت افري بيشنت اكسبكتيشن. الجايد لاينز هي المانجمنت فور تيبيكال ديزيز اوف تيبيكال بيشنت. الجايد لاينز هي تيبيكال مانجمنت اوف تيبيكال ديزيز for typical patient, typical management, for typical disease of typical patient. اللي بيراعي every patient expectation the pathway. اللي بيراعي every patient expectation the pathway. لكن guidelines, typical management. Typical management for typical disease of for typical patient. Typical management of typical disease for typical patient. لكن اللي بيراعي every expectation هيبقى البيشنت الكلينيكال باث واي. انا كان جوده بقول رايي لو لقيتهم عاملين تفسير خاطئ للجايد لاين طبعا افهمهم. لا 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 افهمهم، لو هم مش فاهمين يعني ايه جايد لاينز افهمهم طبعا. افهمهم يعني ايه جايد لاينز، والجايد لاينز دي مبنيه على ايه. انا ما كلمتش يمهم، قلت لهم هراعي اليور اكسبيرينس ويور ريسبونسبيلتي واعملوا اللي انتم عايزينه، بس انا افهمكم الجايد لاينز دي عباره عن ايه، مفيش مشكله خالص. ستاندرد اوف كير سؤال مية، هنسيت حل سؤالين بس، يعني انا هحل معاكم سؤالين بس. انا حاسس ان انتوا ارهقتوا النهارده، صح ولا بيتهيألي؟ اتفضل يا دكتور هاني. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور يعني عرفت يعني في حته فاتتني كده اللي هي الباث واي ده، هي خطه الرعايه على بيبقى في جزء انترفينشنز ده اللي بناخده من الجايد لاين نحطه في الانترفينشن. في حاجه ايه تاني وبحط الافرجنس اوف ستاي يعني السلايدز اللي فيها الباس واي دي؟ تمام. يعني كنت عايز اعرف الكونتنت بتاعها ايه، فيها تارجت، فيها ايه تاني يعني؟ دي في فاريشن يا دكتوره. الباس واي، ورقه الباس واي دي في فاريشن. عملت سيرش مثلا كلينيكال باس واي هتلاقي فاريشن. احنا بنحط التارجت طبعا، الاوت كام اللي احنا عايزين نوصل له بعد 4 ايام عليك هيبقى عامل ازاي،
يعني هنا مثلا هنا بس حضرتك قدام حضرتك هنا بالنسبه للاسسمنت نو ريسبيراتوري ديستريس وبريس ساوند ثيري واسس فور هوم اوكسجين اكسبريشن اقل من 90%. بالنسبه للتريتمنت ارينج فور هوم انتبيوتيك هديله انتبيوتيك في البيت. بالنسبه للنيوتريشن هديله فلويد انتيك انستراكشنز وهو خارج. التيتشنج هيبقى هديله فاكسينيشن كارد يجي الطعام. اوكي يبقى ده 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 الاوتكم اللي انت مستنيه في الاخر والمريض حالته بالاسسمنت هيبقى عامل كده بس يعني انت وتحط الاقامه والخطوات اللي انت هتعملها بكل رعي كل في الاسسمنت تيستس في التريتمنت في الاكتيفيتي في النيوتريشن حسب الرعايه حسب انت بتعالج حسب النيدز اللي عايزها البيشنت حسب النيدز بتاع البيشنت او البيشنت. يعني انا بحط بعمل جدول بحط فيه النيدز بحط فيه التارجت بحط فيه بقى يعني الوقت المفروض يعني اللينث اوف ستاي بحطه برضه والانترفينشنز بيزد اون كل يوم هعمل ايه؟ هعمل ايه على كل مستوى يعني طول اليوم بتاع البيشنت ده هعمل له ايه؟ هتقسم في فئات الفئه الاول الاولانيه ان هو هعمل له الاكزامينيشن والتيست مش عارف ايه الفئه الثانيه اديله علاج والفئه الثالثه اعمل له اشعه والراديولوجي وبتاع والنيوتريشن هيبقى عامل ازاي وبعده للدستشارج يبقى فئاته كلها اللي طول اليوم هيتعمل له ايه من اول ما يصحى الصبح لاخر اليوم ايه اللي بيتعمل له هحطه في جدول. تمام دكتور محمد شكرا. Standard of care based on knowledge and research of recognized experts as known are known as. تمام طبعا evidence based guidelines evidence based guidelines حلو جدا. سؤال 101 هتقوموا دلوقتي هتقوموا as a follow the use of clinical pathway and guidelines in hospitals should do which of the following انا مستني ايه من guidelines والpathway minimize variation in patient care reduce length of stay improve patient satisfaction identify errors in patient care ايه الغرض الرئيسي لاستخدام guidelines او pathway طبعا minimize variation reducing length of stay قد يكون result of minimizing variation ولو اني بحب كلمه احسن optimize length of stay optimize يعني خليه احسن صوره لان قد يكون تقليل length of stay ضرر مش حلو يعني ما محتاجين نطول length of stay نقعد المريض بدل 3 ايام 4 ايام عشان ياخد full care يبقى optimize length of stay improve patient satisfaction identify errors كل دول هيحصلوا as a result of minimizing variation او التارجت الاساسي من health care سيرفيس. اوكي انا خلصت النهارده. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا الجايد لاينز. فهمتوا يعني ايه بناء جايد لاينز على الايفيدنس بيست براكتس والفرق ما بين الجايد لاينز والباثوي. اتمنى ان هي تكون وضحت بصوره قويه. ذاكروا اللي انتم كتبتوه وذاكروا اللي في المحاضره. تمام؟ جانيت هتلاقيه لافف كتير. خلاص مع ان اللي كاتبه ده كاتب خلاصه الخلاصه خلاص كاتب خلاصه الخلاصه في الموضوع دوت بس انت هتلاقي تفاصيل مش عليك يعني هتلاقي حاجات بيتكلم في البيك كويشن دي حاجات ديتيلز في الايفيدنس بيست براكتس وخطوات للايفيدنس ريسيرش حاجات كده تفاصيل كتير يعني وي دونت كير اباوت ات يعني الفتره ديت يعني انا عايزك تاخد الفكره وتفهم الموضوع جاست ات لو عملتها كده خلاص الحمد لله الموضوع دوت تشيله من دماغك ما تبقاش اي سؤال محمد بعد اذنك معلش عشان بس ايه يعني هو انا يعني عشان انا فهمت بس انا عايزه حضرتك بس تقولي كده صح ان انا فهمته ولا لا عشان انا المداخلات الكتير خلتني لا لا تمام انا الغطا بتاعي الامبريلا فوق الايفيدنس بيس اسمها ايفيدنس بيس براكتس صح تمام الايفيدنس بيس براكتس دي ليها ثلاث عناصر مبنيين على بعض اللي هم الايفيدنس اوف ريسيرش والاكسبيرينس والبيشنت اكسبكتيشن تمام دول بعمل بيهم كوميتي بتطلع لي الايفيدنس بيس جايد لاين تمام صح كده تمام
تمام كده. الايفيدنس بيس جايد لاين دي بتبقى لوكال مش انترناشونال، يعني ده المكان ده شايف كده، شايف كده بناء على الايفيدنس اوف ريسيرش والكلام ده كله. وبناء على اغلبيه الحالات اللي بتخش لهم وبتدخل لهم، وعشان يحافظوا الريسورس لو هي بتستهلك ريسورس كتير. تمام. بعد كده بطلع بالكلينيكال باث واي عشان يعني خلاص انا كده طلعت بكونكلوجن اللي هو الكلينيكال باث واي، صح؟ اللي انا بقدر اطبقه للعيان. حلو جدا. كده كده مش انا كامبريدج بالنسبه لي. تمام. عشان بس انا ايه، عشان العمليه صح. حلو جدا صح جدا. تمام. في حاجه تانية زياده عشان لو انا تايه؟ لا زي الفل كده. هو ده اهم حاجه كده. احنا قلنا الاطار ده كده خلاص، يبقى احنا فهمنا الديتيلز اللي جوه بقى. تمام. شكرا. اوكي، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. نبدا بقى المونيتورنج على الكلينيكال بروسس، محاضره ان شاء الله خفيفه في الشرح، ونكمل حل اسئله فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. خنتني يا حسام.